مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في 27 من شهر 24 2020، اليوم الأول، ليس اليوم الأول بل اليوم الثالث من رمضان، وغدا إن شاء الله هو اليوم الرابع في رمضان. عشنا اليوم الأول في رمضان ما حسيتش بوالو، نهار الأول في رمضان لا جوع لا والو كان عادي، نهار الثاني ضرني راسي، نهار الثالث حسيت بالجوع. المهم بحال كتبقى كل ما كتزيد في رمضان كل ما كتحس بواحد شوية ديال النهار الأول تيكون ساهل. هادشي اللي كاين الاصدقاء اللهم بحال دابا في التالت ديال رمضان، مات دابا راه الربعة، المغرب كتودن مع السبعة وشي حاجة. غنمشيو نديرو واحد الوجبة ديال البطبوط. كنا شحال هادي كنخرجو نصيدو في النهار الأول ديال رمضان، دابا مكاين لا صيد لا والو، ما ميمكنش تخرج إلى آخره. دونك غنديرو البطبوط الأصدقاء. هادي تمرة من البارحة هادي بقات سيري هاك، يلا نديرو البطبوط. كناخذوا واحد شويه ديال الفورس اصدقاء، الفورس باش يجي البطبوط رطب وزوين تيخص ضروري الفورس. المهم الفورس انا غادي نصيد داكشي سريعا باش ما عنديش الوقت. الفورس تنديروا فيه الملح وضروري خصك خميره، الا ما كانش الخميره البطبوط ما غاديش يتنفخ، فهمتيني؟ خميره، وبما انني انا معطل خصني خميره بزاف باش يلا يخمر. صافي هادشي اللي كاين اصدقاء، اش نخلطوا؟ كتبدا تخلط باش كتندمج ديك المكونات. صافي تنبداو نلويو في داكشي، نبداو نعجنو فيه بحال هكا. ما نديروش الماء بزاف، لان تقدر دير الماء بزاف ويولي داكشي جاري، خصك ترد البال مع العجينه، لحقاش العجينه كتقولب، كتبالك انت ناشفه، كتزيدها الماء كتولي جاريه ديك الساعه واجاب ما يجمعها. لهذا فخصك تكون انت ذكي واحد شويه، لان دابا العجينه ديال البطبوط هي الاساس. الا كانت العجينه مليحه راه البطبوطه كتجي مبطبطه، كانت العجينه ما مليحاش البطبوطه ما كتجيش مبطبطه، لحقاش البطبوط هو التبطبيطه. الا ما كانتش التبطبيطه راه ما كاين لا بطبوط لا استحمص. هذه بطبوطه، بطبوطه الثانيه، بطبوطه الثالثه، المهم هادشي اللي كاين الاصدقاء. دابا شنو غادي نديرو لهاد البطبوط؟ هذا غادي نغطيوه. غنمشي غادي نغطيه بشي كاشه وحده اخرى باش يخمر بزربه، باش يسخن يخمر. دابا شنو غنمشيو نديرو؟ غنمشيو نقادو الحشوه، الحشوه ديال البطبوط هي الاساس وهي كلشي. العماره ساهله، كتخوي شويه ديال الزيت ياك، وهاد الزيت هذا باش كتخويه كدير فيه الدجاج. حلوة صافي، كنت تقطع في البصلة هادي هي العمارة. هادي هي لاباص اللي خصني نوصل ليها أنا في التشحيرة ديال البصلة، يعني داكشي يولي كراميليزي. علاش؟ باش البطبوطة نبغي ناكل البطبوطة يكون فيها الكراميل، يكون كراميليزي داكشي. على اي دابا ملي ولا هادشي كراميليزي شنو غنديرو فيه؟ نديرو فيه المطيشه. هادي اكله رمضانيه شهيه جدا 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 جدا. علاش؟ حيت انك تشد واحد البطيبيطه صغيوره وكتاكلها مورصو بطبوطه صغيوره، يا سلام. ورطيطبه انا نشرح لك دابا المذاق ديال هاد البطبوط اللي انا تنصيب. كتعرف الشوا، الشوا باش كتاكل الشوا نفس المذاق ديال الشوا. دابا غنديروا الملحه والقوام وداكشي. فين الملحه؟ فين الملحه؟ فين الملحه؟ تنديروا مليحه، تنديروا البزار، تنديروا السكينجبير، تنديروا الخرقوم هذا اللي هو التخليطه ديال الدجاج كيعطي واحد النسيمه واعره، واخيرا كنديروا واحد شويه ديال التحميره، كنزيدوا واحد شويه ديال الزيت البلديه. انا درت غير الزيت العاديه، شويه ديال الزيت البلديه من اجل تنسال، فهمتيني؟ باش تعطيك واحد التنسيمه. ليس هنا سيقف الامر، نزيدو الفلفله. انا قلت لك تجي تيكون فيها المذاق ديال الشوا، الشوا كتجيبو الفلفله، باش تغطي في هاد العناصر كاملين وكتضيف عليهم واحد الفليفله نعاس سيدي، كتعطيك داك المذاق ديال الشوا. خصوصا مع الفلفله حاره
كتشوي لك الفم ديالك صافي كيطلع الشوا هو هذاك. تنضيف واحد الراس ديال الثومه قصبر ومعدنوس ضروري ضروري ضروري، بلا قصبر بلا معدنوس ما دير والو غريح، بلا فلفله ما دير والو غريح، ما يطلعش المذاق. المذاق كاين فهاد لي زانغريديون اللي هما صغار. ها صافي دابا دخلنا غير قصبر، الله يجعل البركه. دابا ما غنزيدو والو على هاد الكوكيات. واحد الحاجه اساسيه هو ان هاد لي زانغريديون خصهم الترتيب ديالهم، يعني ما ديرش لي القصبر في الاول، اوكي؟ خصك البصله تشحر بوحدها، القصبر والثومه والفلفله خليهم حتى الاخر باش يبقاو طريين ويعطيو واحد المذاق ديالهم باش ما يتحرقوش. هادشي اللي خصهم يبقى بحال ما هو، اوكي؟ والخلطه شنو كتجي؟ كتجي فيها الالوان، الالوان ما تيموتوش. صافي غادي نسدو على هادشي بحال ما هو ونخليو حوش على الجنب. ها هو البطبوط راه خمر، جيني كتجي خامر بالطبيعه يا ام بطبطا. المهم هاد البطبوط هذا اللي خمر غادي نحطوه هنايا، فاش غيطيب هاد البطبوط هذا غيطيب في المقله. قريبا الساعه انا رهنت المسائي ديالي كاملين، الحسوه ديالي مقاده، قديت الحسوه صافي، اتاي العيبات كلشي مريد الاصدقاء خصني البطبوط. العمارة ديال البطبوط ما غنقيسوهاش نهائيا، تبقى هكا جا وكان يطيح البطبوط. نسيت بلي البوطة شاعلة. البطبوطة الثانية، البطبوطة الثالثة. خصك واحد الحاجة هو أنك ترد البال باش تكون كطيب البطبوط، لحقاش إلا غفلتي عليه غير واحد الدقيقة مشى غيتحرق. شتي باش كتجي البطيبيطه الصغيره كتجي دايره بحال شي بيضه بحال شي حاجه بحال ما هكا، هادي هي البطبوطه باش كتعمر، كتكون منفوشه، كتكون منفوشه ومفشفوشه، فهمتيني؟ باش كتعمر باش كتلقى فين تعمر. الا ما كانت لا منفوشه لا مفشفوشه راه ماشي بطبوطه هذا. صافي هادو بركه عليهم، غنحيدهم الاصدقاء. هادي تمشي هنايا تغطى، هادي تمشي هنايا وتغطى، هادي تمشي هنايا وتغطى باش ما يوليوش مدقصين، فهمتيني؟ الا خليتيهم هنايا غيوليو مدقصين، خصهم يطيبو ويتحيدو فما يتدقصوش. ها هما هادو هما البطبوطات. دابا غادي نخليهم واحد شويه نسدو عليهم ونقادو العماره، نعاودو نسخنو العماره باش يتعمر. تناخدو واحد البطبوطه، فهمتيني؟ ها هي بطبوطه مو بطباطه، و تنفتحوها. ها شتي كيفاش كتجي البطبوطه؟ كتجي حاله الفم ديالها، كتجي مفشفشه بحال تقول الخبز ديال البانيني، تعرفوا الخبز ديال البانيني بحال هكا تيجي البطبوطه باش كطيبو، تيجي رطيطه بحال تقول الساندويش اللي تيديرو في المحلات بحال هكاك. صافي كتعمر البطبوطه الخوتي، ها كتعمر عاوتاني يما مزيان لداخل. هادي هي البطيبيطه، فهمتيني؟ هادي هي البطبوطه كيفاش كتجي اصدقاء، كتجي بحال هكا. شوف شوف الذهب، والله حتى الذهب والله. عطشان عطشان عطشان، خصني الماء ولا إز فول ستيبل. الله أكبر. المهم أنا ما كنفطرش، كنتسنى حتى كيسالي عاد كنفطر، ما كنتيقش، خصني تيسالي. هو راه نورمالمون تيخصك تفطر قبل ما يودد. المهم غيسالي ونفطر الاصدقاء. صافي سالا.
مازال واحد عاوتاني كيودل ليه بعيد. والله حتى مازال واحد الاصدقاء فشي بلاصة بعيدة غالي ليه، ولكن انا اللي حدايا ودل صافي بسم الله. اللهم تقبل صيامنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ادخلنا فسيح جناتك، ان فعلنا شرا ادخلنا وان فعلنا خيرا ادخلنا، اللهم امين يا رب العالمين. التمر هو الاول از فيرست باسكو فيه السكريات. انا الخوش انا خويا ضبط بوطا يعني ها هي بطيبيطه غادي نتذوقها بسم الله. البطبوطه رقم جوج، المهم قبل ما ندوق البطبوطه رقم جوج كيفاش جات البطبوط؟ جا زوينه اصدقاء بزاف كيف العاده، ارطب 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 ارطب، غير هي الحشوه اللي درت ليه انا درت فيها الحار، انا درتها حار هادشي جات حاره واحد شويه، نتوما ديروها ما ديروش فيها الحر بزاف. هادشي اللي كاين هاهي صافي. دابا غادي نكملو البطبوط، غادي نضربو الحريره وغادي نضربو اتاي والملوي وغنتكاو وغنشدو شي فيلم ولا شي حاجه، ومن بعد غادي نوجدو الصحون. هادشي اللي كاين المده كشف حوادث السير، هذا هو اللي كنقلب عليه فهمتيني، كنقلب على واحد المثال هو اللي غادي يمكن لي يعطينا القيمه المتوسطه ديال عدد الاصابات ديال كورونا في المغرب هو هذا. دونك انا غنستعمل هذا المثال الاصدقاء وغنحسب لكم المتوسط ديال الاصابات في المغرب. هذا مجرد درس ديال التاسعه ماشي شي حاجه، هي التاسعه هي التلاميذ ديال التاسعه كيقراو هادشي. دونك انا الاصدقاء غنبدا دابا الحسابات ديالي ونعطيكم النتائج. دابا غنمشي ندير واحد الابحاث كبيره الاصدقاء، غنمشي غندخل الانترنت وغادي نمشي ندخل الموقع تاع الوزاره ونجبد داكشي ونشوف عدد عدد الاصابات بفيروس كورونا، عدد الاصابات بفيروس كورونا من كل ساعه لساعه يعني 24 ساعه بالضبط، وغندير مجموعه ديال الحسابات الرياضيه باش نقدر نوصل لكم المعدل. باش غادي نحسب المتوسط قدرت انني نجيب بعض جبت الاعداد ديال الحالات من الاثنين حتى الاثنين، من 20 في الشهر حتى 27 اللي هو نهار الاثنين هذا. هذو هما المعدلات الاصدقاء. ففي اليوم الاول في اخر 7 ايام، في اليوم الاول كانت 196 حاله، اليوم الثاني يعني شحال ديال الاصابات، اليوم الثاني 191، اليوم الثالث 160، عاوتاني 155، 157، 158، واليوم 68 فقط. دابا غنحسبوا المتوسط شحال. المتوسط ساهل، غنشدو هاد الاعداد غادي نجمعوهم نقسمو على 7 ويعطيونا المتوسط ديال الاصابات خلال اليوم، شحال كل نهار كيكون الاصابه ديال كورونا. كتعطينا 160، 160.7 حاله خلال اليوم، يعني في هاد الاسبوع هذا كانت 160 كل نهار، كل نهار كيتصاب 160 واحد بفيروس كورونا في هاد اخر اسبوع. بنفس الطريقه يمكن لينا نحسبوا الاسابيع اللي فاتت فهمتيني، وبالتالي نقدروا نعرفوا هل الحالات في تنازل ام في تصاعد، والله اعلم. المهم هذا الاسبوع هذا راه عندنا 160 واحد في النهار اللي كيتصابوا بكورونا. نمشيو نحسبوا المتوسط ديال العدد في الاسبوع اللي قبل، نشوفوا الاسبوع اللي قبل الاصدقاء ونرد عليكم. جات تقريبا اليوم الثاني 150 حاله، 170 حاله. شوفوا بلي الاصدقاء الاعداد مرتفعه في الاسبوع اللي فات، هذا الاسبوع هذا الاعداد اقل، هنا راه الاعداد 200 والصرف، 200 والصرف، 142، 150، 170. دابا حنا غنحسبوا المتوسط، لكن هنايا عاوتاني بدينا باش ب 92، اوكي بدينا بواحد العدد صغير بحال اللي تسجل اليوم 68، دونك هنايا كذلك نفس البدايه. دونك ديما في وسط الاسبوع تيكون داكشي مشارجي سبحان الله. راه نحسبوا المتوسط خلال الاسبوع اللي فات لقينا 177 حاله، الاسبوع اللي فات هو 13 في شهر 4، من 13 في شهر 4 يوم الاثنين
حتى العشرين في شهر 4 يوم الاثنين اللي هو اسبوع، لقينا خلال الاسبوع كامل ظهرت 1244 حالة مصابة بكورونا. الاسبوع اللي فات 1125 حالة. اذا والمتوسط ديال الاسبوع اللي فات ديال هذا الاسبوع هذا 160، وديال الاسبوع اللي فات 177.7. اذا عدد الحالات الاصدقاء ديال كورونا غادا في تناقص، ما غاداش في تزايد ولله الحمد والفضل. يعني نقصت شحال؟ 17 حالة. يعني الاسبوع اللي فات كان عدد زايد ب 17 على هذا الاسبوع. هذا الاسبوع هذا مشاولنا 17 ما كاينينش الحمد لله مصابين. يعني خصنا حنا العدد ديال المصابين بكورونا يتفكس يا ينقص. كل ما هو كينقص كل ما غادي يتفك هذا المشكل، كل ما هو غيكون تيزيد كل ما غادي تكون الكارثه. حنا يا اما ينقص يا اما ما يبقى فيكس، غا ما يزيدش. هادشي اللي كاين اصدقاء، كنشكركم على المتابعه. انا غنكمل الكاسكروك ديالي وغنمشي نوجد واحد الطاجين ديال السحور، مازال تابعني نطيب السحور ونقاد المسائل ديال الاصدقاء. هادشي اللي كاين دوزتو معايا يوم الثالث غدا رابع رمضان ما بقى قد ما فات. هادشي كاين السؤال ديال الحلقه، صحيح بزاف السؤال ما غايجاوب عليه شي واحد، شنو الاسم ديال اخر كاتب قريتي ليه؟ الا مثلا قريتي شي نص في الفلسفه ديال ديكارت قول اخر كاتب قريت ليه هو ديكارت. قريتي شي نص ديال افلاطون قول اخر كاتب قريت ليه هو افلاطون. اي كاتب قريتي ليه قول لنا شنو سميتو باش ما تفرطش تما كاع ما قريتي كتاب سي دوماج. انا اخر كاتب قريت ليه هو ادغار الان بو، الكاتب المرعب الاصدقاء ادغار الان بو هو اخر كاتب. قول لنا شنو اخر كاتب. هادشي اللي كاين لايك سبسكرايب.